سبب نزوحي ملاك القذائف اللي كانت تضرب في كيلو 16 من ميليشيات الحوثي وشلته. نزحنا لا هنا لا معانا فرشان ولا ثياب ولا والله استعرنا الفراش هذه استعرنا استعارة والله. معززين مكرمين كنا. هربنا علشان قهالنا. معي 7 قهال. نزحنا من كيلو 16 لاني ساكن مدرسة علي بالدرج. نزحنا من حرب الحوثيين وخفنا وهربنا ولا حملنا اي حاجه. يا الله نحن وقهالنا بس كنا معززين مكرمين.